السلام عليكم الأخوات والإخوة، هذه رسالة لجميع المغاربة. وضعية الإصابات في المغرب وصلت لمنعطف حقيقي. الحالات الجديدة المسجلة هي حالات محلية وما جاتش من الخارج كما كان الحال في الإصابات 50 الأولى. باش نقدروا نتغلبوا على هذا الوباء الخطير لابد نعدلوا مجموعة من الإجراءات الصعبة والجديدة علينا في الحقيقة كمجتمع، ولكن هي الطريقة الوحيدة من أجل سلامة كل واحد من أفراد الأسرة والأصدقاء ديالنا، لأنه ممكن أنه أنت وأنت تصابوا أو لما تصابوش، ومن بعد إذا تصابتوا ممكن تعالجوا من المرض، ولكن إذا عديتوا من هو ضعيف صحيا فغادي توضعوا في حالة حرجة ممكن تؤدي به إلى الوفاة لا قدر الله. تفكروا كل عزيز عليكم وتفكروا فيه قبل ما تخرجوا، راه ممكن يكون هو الضحية. الجلوس في البيت وعدم الخروج إلا من أجل طلب العلاج في الحالات الضرورية أو في حالات شراء الماكلة الدواء ديال الدار أو في حالة العمل هو المطلوب منك حاليا. من ناحية أخرى ضروري علينا نزيدوا الغسيل ديال اليدين بالماء والصابون أو المعقمات بانتظام. من جهة أخرى كنعاود نطلب منكم الابتعاد عن استخدام القفازات أو الليقات أو الوانطيس، لأن هذه الظاهرة اللي كنشاهدوها حاليا واللي كيعتقد بها الناس بأنه كيحمي راسه راه ممكن تكون هي السبب في انتشار الوباء وحنا ما عارفينش. في الأخير كنتمنى أننا جميعا نستحضروا قيم المغرب والمغاربة في التضامن خلال الأزمات، وكندعي جميع الميسورين والقادرين من أبناء هذا الوطن التبرع لفائدة صندوق المخصص لفيروس كورونا المغرب. من فضلكم بعدوا عن العنطريات الفارغة وعن الهلع. المرجو اتباع إرشادات المتخصصين في المجال والسلطات المعنية، وإن شاء الله أزمة وسنتخطاها جميعا.